خلينا بس نبدأ نعرف يعني إيه طاقة إيجابية وطاقة سلبية وإزاي بتأثر علينا. طاقة سلبية وطاقة إيجابية بالنسبة للمكان اللي احنا متواجدين فيه، فأي شيء في الموجودات بتاعة المكان بنشعر بيها إذا كنا مبسوطين في البيت أو غير مبسوطين. أوكي. فده بيأثر على نفسية الإنسان إن هو ما بيقدرش يبقى فيه عنده أخبار سعيدة، ما بيتقدمش، ما بينجحش في حياته، لأن في شيء خفي مؤثر عليه في السكن أو البيئة اللي هو عايش فيها. يعني ده حقيقة يا دكتور؟ ده حقيقة، زي العتبة، عتبة والشاحل وعتبة والشاحل. طيب إحنا كلنا عايزين نعمل بيتنا تبقى بوزيتيف إنرجي ونطرد فعلا النيجاتيف إنرجي. أنا يا دكتور عايز أمسك حتة حتة في البيت.